حسب قراءتي للشيخ حامد السلام ياسين بشكل سريع استطيع ان اقول بصريح وبوضوح انه قدم مشروع سياسي شبه متكامل في الاطار السني. حقيقه عندما ننظر الى واقع الحركات والجماعات الاسلاميه في العالم الاسلامي بشكل عام، لا اقصد فقط هنا العالم العربي، لا تتوافر على رؤيه في الإطار السياسي تأصيلية. غالبية السياسات التي تنتهج في العالم العربي والإسلامي من قبل الجماعات هي تكون سياسات آنية أو سياسات ردات فعل أو سياسات اجتهادية تكون لحظية، لا تكون مؤسسة على قواعد وأسس واضحة أو تنبني على أساس رؤية إسلامية علما أنها تدعي أنها إسلامية هذه الحركات والجماعات. المختلف حقيقة عند الشيخ عبد السلام ياسين أنه يؤدي ويخلق حقيقة رؤية سياسية مرجعيتها إسلامية بوضوح، ويطبق هذه المرجعية على مفاصل مستقبلية وينظر لها بشكل واضح. هذا الأمر مع الأسف الشديد نفتقده نحن في تركيا بشكل مباشر، لا أقول حتى الحركات العربية الإسلامية، وإنما حتى في تركيا نحن نتمنى حقيقة أن يكون هناك تأصيل فكري وإسلامي موضوعي كما هو التأصيل الموجود لدى الشيخ عبد السلام ياسين.